نحن اليوم في زيارة رسمية لتفقد الجانب الأيسر من المدينة، وبالتأكيد أطراف المدينة خاصة سهل نينوى، للوقوف على المعاناة والمشاكل والإسراع في حل هذه المعاناة. بالنسبة لنا كوزارة الهجرة والمهاجرين، لغرض الإسراع في عودة النازحين إلى مناطقهم، لأن نحن قلنا في بداية أزمة النزوح ولا زلنا بأن الحل الأساسي لمشكلة النازحين هو عودتهم إلى مناطقهم الأصلية. سوف تكون إن شاء الله عودة قوية من النزوح الجديد من خلال هاي الشهرين السابقة أو الثلاثة شهور السابقة من المخيمات إلى المدينة وأطرافها، وسوف تكون إن شاء الله عودة من النازحين الموجودين في إقليم كردستان إلى مدينة نينوى، أيضا الجزء مدينة الموصل العفو جزء الجانب الأيسر. وبدأنا باتخاذ إجراءات أو وضع إجراءات للعودة من وسط وجنوب العراق، خاصة محافظات كربلاء والنجف وبغداد وحتى البصرة الذين نازحين من سهل نينوى، لغرض إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية. الخدمات الأساسية، صحيح هناك مشاكل في الجانب الأيسر من المدينة، لكن هناك إجراءات سريعة من قبل الوزارات المعنية، من قبل السيد المحافظ، لغرض تأهيل ما يمكن تأهيله بالسرعة الممكنة. وبالتأكيد UNDP وممثلية الأمم المتحدة في العراق الرئيسية السيدة ليزا غراندي أيضا على قدم وساق تعمل على إعادة هذه الخدمات الأساسية، الذي هو الهدف الأساسي من يعني الهدف الأساسي للحكومة، لغرض إعادة الحياة بالسرعة الممكنة وإعادة هذه الخدمات، أملا في عودة أكبر نسبة من النازحين إن شاء الله.